توقف يا هذا! متعتك نفسي. ماذا تقول؟ متعتك نفسي حتى منتصف الليل. اخرس يديك لفوق، قلت لك يديك لفوق، هكذا يديك لتحت. ما اسمك يا هذا؟ هيباء وهفي. اسم سكسي وجميل. وماذا تفعل هنا يا هيباء وهفي؟ فنتؤك أنترو قبل أن تظهر علي أنت وذاك البعير. أخرس، إلى أي طائفة تنتمي؟ اسكسيوز مي؟ نسألك إلى أي طائفة تنتمي؟ ما هي طائفتك وإلا قتلناك؟ تيك إتيزي، تيك إتيزي، أنا شني سيع درزي ماروني تاكولي كروم. ماذا؟ شني سيع درزي ماروني تاكولي كروم وبلعب مع الهومنت من ستي بليشن 2. أنا صراحة باي شكسول أنتمي إلى كل الطوائف. هذا محير. وما رأيك في إقامة دولة الخلافة؟ أنا مع إقامة دولة الخلافة، لكن بعد 12 بالليل. لماذا؟ لأن الجميع يكون قد أصبح في بيوتهم، وليفتصل كل واحد بالدولة التي يريد إنشائها في منزله، وليتكن الناس أحراراً، فمنهم من يريد العربدة والخمر والفستق فليفتصل، ومنهم من يريد الحريات والدلافين والسلاحف والسلطان إبراهيم فليفتصل. وماذا تقول عن الخليفة البغدادي؟ ولد البغدادي في محافظة نينوى عام 1912. أخرس! نحن نسألك ما رأيك في البغدادي؟ ما رأيك فيه؟ البغدادي إنه أكبر شيخ أرموطة عرفه التاريخ، وعندما ألتقيه سوف كخ إسته بإجري صخشية. ماذا تقول؟ ما سمعته يا فخد العنكبوت. اقتله يا أبا منجل. عليك أن تأخو الخرى وتسب دوزك يوما ما. نحن شعب نعيش بين الزبالة، من دون ماء أو كهرباء، من دون طبابة أو دواء. نحن من أرسل الحرف إلى بلاد الأندلس وبنشرت السفينة على الطريق. نحن شعب نبول حيث نشاء من دون حساب. انظروا إليهم يتطرتشون ومعهم عشرات الدواعش. سنلاحقكم إلى نيوجيرسي، إلى البيت الأبيض، إلى دونالد داك، إلى ميكي ماوس كخستو بإجري.